فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لقناتنا، قناة منح من كل ألوان بتعرض فرص منح بشكل مستمر، فياريت تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. المنحة بتاعت النهاردة هي منحة مميزة جدا ومنحة من أقوى المنح الدراسية حول العالم، هي منحة حكومة اليابان ميكس. تمام؟ طيب خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. أول حاجة بالنسبة للدراسة هتكون في دولة اليابان، وطبعا دولة اليابان دولة معروفة جدا من حيث التكنولوجيا والاقتصاد، يعني دولة من الدول القوية جدا في العالم. بالنسبة للجهة المانحة اللي مقدمة المنحة دي هي حكومة اليابان ميكس. تمام؟ والمنحة دي ميكس دي بترمز لوزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة، كذا وزارة متعاونين مع بعض، والحكومة اليابانية هي اللي بتشرف على هذا الموضوع وهي اللي مقدمة هذه المنحة. تمام؟ طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يعني كده نقدر نقول انها متاحة للجميع، سواء انت عايز تدرس بكالوريوس بعد الثانوية العامة، ماجستير، عايز تدرس دكتوراه، متاح ليك التقديم. حتى لو انت في اخر سنة من الثانوية العامة او البكالوريوس او الماجستير وعايز تقدم لمؤهل اعلى بتقدر برضو عادي تقدم، مفيش مشكلة. بالنسبة بقى للتمويل في المنحة دي، التمويل صراحة ممتاز جدا. اول حاجة انت بتاخد رسوم الدراسة كاملة بالمجان، انت مش بتدفع اي تكاليف خالص للرسوم الدراسية. تمام؟ تاني شيء عندك السكن الجامعي، وسكن ممتاز جدا جدا، بيكون على حساب الجامعة برضو. عندك وجبات الطعام في الكانتين الخاص بالجامعة، وجبات الطعام بتكون متاحة ليك. كمان بركز معايا في النقطة الجاية دي، ودي حاجة ممتازة جدا، عندك راتب شهري 143 ألف ين ياباني بما يعادل 1326 دولار. تمام؟ ده راتب شهري. طبعا الراتب ده هو الراتب المتوقع، يعني مش ده الأكيد اللي هتاخده في المنحة، ولكن ده الراتب المتوقع لأن هم ما حددوش السنة دي هيكون الراتب كام تحديدا سنة 2021، ولكن الراتب بيكون تقريبا 143 ألف، ممكن يقل يعني قليلا أو يعني يزيد مش كتير، يعني المتوسط بتاعه 143 ألف ين ياباني بما يعادل 1326 دولار. تمام؟ وده طبعا عشان تستخدمه في احتياجاتك الشخصية وأي شيء تاني انت محتاجه. عندك كمان السكن ووجبات الطعام متوفرة والرسوم الدراسية مجانا. عندك كمان كورس اللغة اليابانية، المنحة دي مش محتاجة بقى منك شهادة لغة انجليزية وايلتس وتويفل واي شهادة من شهادات اللغة، لا، المنحة دي بيكون متاح فيها سنة تحضيرية بتدرس اللغة اليابانية كمان، فدي من ضمن المميزات للمنحة. كمان المنحة دي متاح فيها تذاكر الطيران. تمام؟ من بلدك الى بلد المنحة اللي هي اليابان، تذاكر الطيران على حسابهم ذهاب وعودة. طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة والجامعات، كما هو مذكور اعلاه ان الحكومة اليابانية هي اللي بتقدم المنحة دي، والحكومة اليابانية بتقدم جميع انواع خيارات الدراسة المتاحة في جميع الجامعات اليابانية وفي جميع التخصصات. يعني ايه؟ يعني بالنسبة للجامعات المتاحة في المنحة دي، عندك اي جامعة موجودة في اليابان تقدر تقدم عليها، تشوف ايه هي الجامعات اللي انت مهتم بيها والجامعات الكويسة في اليابان واللي رنكها عالي على مستوى العالم. تمام؟ وبتقدم ليها. طيب بالنسبة للتخصصات، هل في تخصصات مش مقبولة او ما ينفعش تقديم ليها؟ بيقول لك لا توجد قيود على المجالات الاكاديمية والتخصصات والجامعات. يعني عندك اي تخصصات متاحة، سواء تخصصات طبية، طب بشري، طب اسنان، علاج طبيعي، تخصصات هندسية، هندسة مدنية، ميكانيكية، تخصصات زي تخصص العلوم، تخصص الحقوق، تخصص التجارة، عندك اي تخصص متاح انك تقدم عليه، لانك بتختار الجامعة اللي فيها التخصص ده وبتقدر تقدم عليها. تمام كده؟ طيب عندنا هنا ملاحظات، ان المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة انجليزية بشكل الزامي عند التقديم. كمان المنحة دي بتقبل اعداد كبيرة في كل تخصص. كمان يمكنك التقديم اذا انت في اخر سنة من البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه او الثانوية العامة، عفوا. تمام؟ لو انت في اخر سنة ثانوية عامة او بكالوريوس او ماجستير بتقدر تقدم للمؤهل اللي اعلى منه عشان تدرسه في اليابان. بالنسبة لشروط المنحة دي، يجب ان يكون مقدمو الطلبات قد ولدوا في او بعد 2 ابريل
1986. تمام، يجب عشان تقدم للمنحة دي تكون مولود بعد التاريخ ده اللي هو 1986 عشان يبقى متاح ليك التقديم للمنحة دي. لو حد مولود مثلا قبل 1986 85 84 83 او اقل ما ينفعش يقدم. طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، أوراق بسيطة مش معقدة، مطلوب منك صورة جواز سفر بتاعك أو بطاقة الهوية. المنحة دي مسهلة برضو، لو الشخص ما عندوش جواز سفر حاليا ممكن يقدم عادي جدا ببطاقة الهوية الخاصة بيه. كمان عندنا في حاجة اسمها فورم تقديم. تمام، الفورم التقديم ده لازم تملاه، هو بيكون فورم بي دي اف وبتطبعه وبتملاه. كمان مطلوب منك السيره الذاتيه بتاعتك، السي في بتاعك، شهاده تخرج لاخر مؤهل دراسي حصلت عليه، او لو انت في اخر سنه بتجيب كشف درجات السنه اللي قبلها. كمان مطلوب منك شهاده طبيه، تمام، تثبت خلوك من الامراض. كمان مطلوب خطاب توصيه ومطلوب خطاب نيه. تمام، دي الاوراق المطلوبه. طيب بالنسبه لكيفيه التقديم في المنحه دي، كل دوله وليها طريقه تقديم مختلفه عن الاخرى. تمام، وخلينا نقول ان كل دولة ليها كمان أوراق معينة، يعني الشهادة الطبية ليها شكل في دولة مصر، شكل مختلف عن دولة الجزائر، شكل مختلف عن دولة المغرب. فورم التقديم ليه شكل مختلف للبكالوريوس عن الماجستير عن الدكتوراه، ليه شكل مختلف في مصر عن الجزائر عن تونس. كل دولة وليها شكل كمان في الأوراق. تمام كده. طيب عشان نتعرف على تفاصيل التقديم من كل دولة هنخش على اللينك ده. اللينك ده هتلاقوا فيه كل الدول اللي هي متاحة للتقديم، تشوف دولتك وتبدأ انك تشوف شروط كل دولة. كمان تعال نشوف اللينك ده، نضغط على كلمة هنا عشان يفتح معانا لينك الدول المتاحة للتقديم ونشوف تفاصيل كل دولة. الموقع ده هو خاص بسفارة اليابان في كل دولة وتفاصيل المنحة في كل دولة. طبعا هنا متحدد بالقارات اول حاجة، فانت مثلا هتتكلم على القارة الافريقية على سبيل المثال. تمام، فهتلاقي مثلا بيظهر لك زي الجزائر. تمام، هتلاقي عندك دول كتيرة جدا، هتلاقي مصر برضو موجودة من ضمن الدول هنا، مصر موجودة. لو برضو انت رجعت واخترت الميدل ايست الشرق الاوسط هتلاقي جواها مثلا البحرين، الكويت. تشوف بقى دولتك اللي انت مقيم فيها وجنسيتك ايه، وبتشوف تفاصيل التقديم من خلال هذه الدولة. تمام، على سبيل المثال هناخد مثلا مصر، وتعالى نشوف التفاصيل اللي جوه اللينك بتاع مصر. مثلا هتيجي تضغط على اللينك ده، تمام، هنختار مصر ونشوف ايه التفاصيل اللي موجودة وازاي احنا ممكن نقدر نقدم. ده مثال. طبعا قيس على ذلك بقى، شوف دولتك وكل دولة وليها لينك بتقدر تخش عليه وتشوف تفاصيل كل دولة. فهنشوف دلوقتي التفاصيل الخاصة بدولة مصر من السفارة اليابانية اللي موجودة في مصر، وهتلاقي كل التفاصيل موجودة هنا. تمام، دي Embassy of Japan in Egypt. هتلاقي هنا موجود عندك، ركز بقى معايا كده، موجود عندك بيقول لك ايه، بيقول لك منحة الحكومة اليابانية لطلاب الماجستير والدكتوراه، ومنحة الحكومة اليابانية لطلاب البكالوريوس. على سبيل المثال هنروح مثلا طلاب البكالوريوس ونشوف ايه التفاصيل اللي موجودة داخل الابليكيشن الخاص بطلاب البكالوريوس. تمام، فهتلاقي كل التفاصيل هتظهر لنا هنا. هتلاقي هنا بيقول لك بقى التفاصيل الخاصه بذلك، بيقول لك عشان تقدم تمام في المنحه دي من مصر، وخلي بالك انا زي ما قلت كل دوله وليها طريقه تقديم وكل دوله وليها ميعاد للتقديم. فهتلاقي هنا مصر مثلا بيقول لك ان اخر ميعاد للتقديم فيها هو 23 مايو 2021، وان الاوراق بتتبعت عن طريق الايميل وبتتبعت للايميل ده، مفيش تقديم في السفاره، بتبعت الاوراق لهذا الايميل. تمام، وبتلاقي طبعا بقى ايه الاوراق المطلوبه وكل التفاصيل بتلاقي من خلال اللينك ده. بيقول لك مثلا لو انت عايز تحمل الاوراق المطلوبه او كل حاجه بتروح على اللينك ده. هنروح مثلا على اللينك ده، هيفتح معانا ايه هي الاشياء المطلوبه من دوله مصر. تمام، فهنشوف طبعا ايه هو الابلكيشن فورم اللي انت تملاه من دوله مصر، هنشوف الشهاده الصحيه شكلها ايه، تشوف حاطين لك نماذج كمان لخطاب التوصيه. تمام، تقدر تشوف خطاب التوصيه شكله ايه. فهتلاقي هنا النماذج، هتلاقي هنا عندك الابلكيشن فورم موجود اهو، تلاقي عندك السيرتيفيكيت اوف هيلث، الشهاده الطبيه، خطاب التوصيه. تقدر تحمل النماذج دي وتحطها مع الاوراق المطلوبه وتبعتها لهذا الايميل. طيب احنا هنا بنتكلم عن دوله مصر. تمام، قيس بقى على ذلك زي ما احنا قلنا اي دوله يعني دولتك الاصليه، تقدر بقى تشوف تفاصيلها برضو وتتبع شروطها وتشوف ايه اخر ميعاد للتقديم وتشوف ازاي تقدم، سواء هتروح تقدم الورق في السفاره او هتبعته عن طريق الايميل. تمام كده. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف
الكيفية التقديم زي ما احنا قلنا ان كل دولة وليها طريقة تقديم، تمام؟ بالنسبة لاخر ميعاد للتقديم، كل دولة وليها ميعاد للتقديم ايضا، ولكن باقصى حد ان كل الدول هينتهي لها التقديم باقصى حد شهر يوليو 2021، ده اقصى حد لانتهاء التقديم في هذه المنحة، تمام؟ لكل الدول. موعد بدء الدراسة في المنحة دي هو اكتوبر 2021، ده ميعاد بدء الدراسة في هذه المنحة. طيب كمان هنا عندنا ملاحظات، ما تنسوش طبعا ان قناتنا قناة منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة القبول 100% في دولة الصين، كمان بنوفر خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزها، ان لو عايز تقدم من خلالنا على المنحة دي ونساعدك في كل التفاصيل ونرتب لك كل شيء، ده متاح ايضا من خلالنا. كمان خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي عشان تستخدمها في التقديم بنفسك في اي فرصة ومنحة انت عايزها، وخدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وكمان رابط خدماتنا هنا، وتشوف الخدمه المناسبه ليك وبتملاها تملا استمارتها، واحنا بنبدا في التواصل معاك وترتيب كل شيء ليك، تمام؟ فكده وضحنا كل التفاصيل. من حكوميه بتقبل اعداد كبيره جدا، والدراسه فيها بتبدا في اكتوبر 2021 ومتاحه لجميع المراحل الدراسيه. فكده شرحنا كل التفاصيل، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.